ايش بتقول للاطفال اللي زيك اللي لسه ما اخذ اللقاح او انه يعني مو فاهمين ايش موضوع اللقاح؟ لو ما تبغى كورونا تعال. فجأة يوم جاب القرار انا كلمت اختي وخلتها تحجز لي من جوالي. انت عندك تطبيق توكلنا؟ عندي. يعني اي مكان تروح لازم تطلع تطبيق؟ ايوه لازم. طب ليش انت كان عندك رغبة انه تجي تاخذ اللقاح؟ عشان لا يصيب لي لا يصيبني المرض. على طول قلت لأبويا وعلى طول رحت أخذت اللقاح. إيش قلت له؟ قلت له يلا يا بابا نبغى نروح نأخذ اللقاح. يعني أنت كنت متحمس من الأساس إنك تأخذ اللقاح؟ متحمس إني أخذ اللقاح. ليش؟ حتسهل لنا الأشياء كثير، لما ندخل في الأماكن العامة، لما نروح مثلا المدرسة، السفر، هذه الأشياء سهلة لنا يعني. أنت كنت تبغى تأخذ اللقاح؟ أيوة. ليش؟ عشان نتأكد إنه ما يجينا كورونا ويعني نقدر نسافر ونقدر نروح المدرسة. جايب رغبتي عشان سلامة أهلي وسلامتي وخلص من الموضوع يعني خلاص.